إخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. أخوكم راعي الغنم بالأطلس المتوسط يحييكم من مدينة أزرق. فلوق ديال اليوم الإخوان بتاريخ 26/3/2023. اليوم الإخوان غادي نشارك معكم التخليطة اللي تنخدموا بها ديال الحولي. ما شاء الله الحولي ديال العيد، بعد ما شفتوا الفلوق الإخوان ديال يعني ترقيم ديال أضاحي العيد، يعني الحمد لله الناس ديال لانوك راه بداو يركبوا الحلقات. تحياتي اليوم من هذا المنبر هذا الاخوان. المهم الاخوان، على بركه الله غادي نعطيكم تركيبه باش نخدموا. اولا الاخوان، يعني خص ضروري الخروف يعلف مزيان مع الربيع باش يكبر. هنا الاخوان نبداو الاخوان بمكمل غذائي غني بالفيتامينات. مزيان الاخوان درتيه في تركيبه مزيان. هنا الاخوان سناخذوه من الشركه ديال الاقسام علف الكساب اقسام. المهم هنا الاخوان هذه نخاله 40 كيلو ديال النخاله. وهنا الشعير ديال الرويزه الاخوان. الشعير غادي ناخذ جوج خناشي ديال الشعير، كل خناشه فيها 70 كيلو، يعني 70 و70 140 كيلو. 40 كيلو ديال النخاله و140 كيلو ديال الشعير. شعير الرويزة هذه الدرا الإخوان، درا حبوب، حتى هي ديال الشركة ديال أقسام، درا حبوب. هنا الإخوان هذا علف مركب ديال أقسام نيت. تناخدو جوج ديال الخناشي ديال علف مركب. وهذه الإخوان فارينة ديال العلف. حتى هي الإخوان غادي ناخدو منها 70 كيلو ديال الفارينة. فارينة ديال البلاد الإخوان، فارينة ديال العلف. وهنا الإخوان غادي هادي الصوجة الإخوان نديرو 25 كيلو ديال الصوجة. من بعد الإخوان مشاكنا معكم كل حاجة بوحديتها، يعني صراحة ضروري خص الإنسان يخلطها، تخلط في الأرض ديك الساعة تتعمرها في الخناشي وتتجمع، ومن بعد الاخوان تبدا تعطي الحوالة ديك الساعة الكمية. ومن الاحسن في هذا الوقت هذه دابا في رمضان، يعني دابا رمضان بقات لنا تقريبا شي 3 شهور. وبالنسبة للانسان العياد راه غادي يجي بكري، تبقى واحد شهر ونص ولا شهرين خصك تخرج المنتوج ديالك تبيعو. يعني في هذا الوقت هذه خص المنتوج خصو يكون وافي، خصو يكون باين مزيان ويكون سمين وعاطي نظرة. يعني من الاحسن في هذا الوقت هذه تبدا. والغنم راه تقريبا 90% راه مولفه العلف، يعني الانسان يبدا تقريبا 3 بالكيلو ولا، وبدا يزيد شويه عاوتاني يزيدهم شويه بجوج في الكيلو، شويه بدا يعطي كيلو. من هنا يخرج رمضان خص الانسان يوصل كيلو للراس. يلا باش ان شاء الله غادي يوجد مزيان ويكبر مزيان ويسمن. والله يدير الخير الاخوان، خليكم مع المراحل فاش تنخلطوا. وتحياتي لكم. بالنسبه للناس اللي تيتفرجوا اول مره، مرحبا والف مرحبا، تحياتي للجميع. ما تنساوش الاخوان تفاعلوا معنا في القناه، تخليو لنا البصمه. اللهم يسر.
النتيجة النهائية. وهنا الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو. ملاحظه بالنسبه للمكمل الغذائي، يعني ما تخلطوا حتى تبغي تعطي الحوالي ياكلوا، حتى تخلط لهم تعطيهم كميه. اللهم يسير، تحياتي للجميع.